يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسرها. ليه 12 في 12 لبسة؟ ليه 12 جزمة؟ ليه لازم 2 ست ذهب؟ ليه وقت ما كنت بتدعي ربنا بالشهور عايز أعرس عايز أعرس عايز أعرس وربنا يكرمك بالإعفاف تقرر إنك تشكره على نعمته عليك في اليوم ده بإنك تعصيه بالرجيس والهجيج والغنى؟ ليه شكرك لربك في اليوم ده يكون كده؟ ليه؟ ليه تفك حجابك يوم عرسك عشان تطلع جميلة قدام الناس؟ ليه حمدك على نعمة إعفاف ربنا ليك في اليوم ده يكون كده؟ ليه الطبق لازم يكون لحمة وسمك وجداد وكفت؟ ليه؟ ليه 20 مليون عشان الناس في الصالة يشوفوني في الطريق وأنا جاي في العربية مع أسد الليل المعرف ودي قروش وين؟ ليه؟ ليه تدفع مرتب أكتر من 12 شهر كل يوم في الشهر ده تعب وإرهاق وشغل وجرش على جرش عشان تدفعه في 6 ساعات في صالة؟ ليه؟ ليه تدفع 4 شهور من عمرك من تعبك ومرتبك تديها الغناي يغنيها في 2 ساعة في يده؟ ليه؟ جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواقي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم على 4 أواقي كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل.